مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. الملك المغربي واتفاقية جديدة مع فرحات مهني، وكيف ردت الجزائر بقوة، وهكذا قرر الدخول لأول مرة بطريقة غير متوقعة، والرئيس بوني يجهز الرد الصارم. بداية يبدو أن النظام المغربي مستمر في التمادي مع الجزائر مع إصرار محمد السادس، خاصة وأنه حاليا عاد بقوة لدعم حركة الماك بعد إعادة مجددا الجزائر دعمها لجمهورية الريف، كرد فعل على ممارسات النظام المغربي على كل الجبهات مع الجزائر، خاصة حول فرحات مهني. فدعمهم للماك هو ما دفع الجزائر بتحريك ملف جمهورية الريف مجددا، والبلدان دخل في دوامة كبيرة والمشكلة تتفاقم أكثر ككل مرة، يطل فيها محمد السادس بتخبيصة جديدة وقرر طائشة ستدفع بلاده ثمنا غاليا، خاصة مع العقوبات والعزلة المفروضة عليه. هذا واتضح الآن أن فرحة مهني يحاول دخول المغرب عبر جواز سفره المزعوم الذي أنشأته له فرنسا، التي هي الأخرى ضخمته وأوهمته أنه قائد ورئيس. حاليا دخوله المنسق مع النظام المغربي يريد أن يكون بجواز سفر الذي كان أعلنه، وطبعا لا توجد أي دولة في العالم تعترف بجواز سفره المزعوم، حتى كل سكان منطقة القبائل الذي يدعي أنه يمثلها كلهم تبرأوا منه وطلبوا بالقبض عليه. ومعلوم أن النظام المغربي يستعمل فرحة مهني حسب توهمه كورقة ضغط على الجزائر، في حين الجزائر لا تعيره أي اهتمام، فالأخير منبوذ كليا ومجرد بيدق لأنظمة معادية. لكن طبعا الجزائر لا ولن تمرر أي خطوة تصعيدية من النظام المغربي، خاصة إذا دخل المغرب بذلك جواز سفر الذي لا تعترف به أي دولة ولا في أي مواطنين. في تلك اللحظة حينها ستشهد الجزائر إجراءات صارمة وردا على محمد السادس لردعه في التوقيف عن أي تصعيد أخرى في هذا الملف، خاصة وأنه أرسل العديد من المنظمات المغربية التقت بفرحة مهني وأمضت معه اتفاقيات ويمولونه بأموال ضخمة. فدعم محمد السادس لمهني جاء لمحاولة تشويش على الجزائر ولإلهاء شعبه دائما بالجزائر على مشاكلهم الداخلية والخارجية وكل إخفاقاته، مع العلم أن جواز السفر المسمى من طرف مهني بجواز سفر دولته المزعومة حاول إقناع أي دولة للاعتراف به والسماح بأن يدخلها به، لكن كلهم رفضوا. والآن ملك المغرب حسب مراقبين لن يجرؤ على فعلها ولن يعترف بذلك جواز السفر، لعلمه جيدا بما سيترتب على قراره لو فعلها فعلا، خاصة وأن الجزائر مجهزة للردود، وبعد أن قطعت العلاقات كليا مع النظام المغربي اتخذت من الردود والعقوبات الفورية وتصعيد سياسة ردعية لمحمد السادس من أي تحركات واستفزازات إضافية، مع تحجيم دوره في المنطقة. ومعلوم أن فرحة مهني هو من يقود حركة الماك، وكل من معه يستغلون الأزمة بين الجزائر والمغرب عمدا لإقناع الملك المغربي بتمويلهم، وهو ما حدث بالفعل، ويأخذون حسب مراقبين أموال بملايين الدولارات وكونوا ترواز ضخمة في الخارج من النظام المغربي اللاهت وراء أي قشة يحاول التمسك بها وتضخيمها أملا في التشويش على الجزائر، لكن يجدون الجزائر وجيشها صدى منيعا أمام كل المخططات التي تحاك، ناهيك عن كون فرحة مهني متابع في قضية ثقيلة جدا، لأنه كان وراء أحداث عدة وثبت ذلك بالأدلة ومحكوم عليه بعشرات السنوات، ويعلم جيدا أنه مطارد وعند إعادته لأرض الوطن ستحاسبه العدالة على كل شيء. الملك المغربي يلعب بالنار مع الجزائر، وبن كيران يتنقض ويستفز الرئيس بون، ومنطقة القبائل تلقن بن كيران ومحمد السادس درسا وتقلب الطاولة عليهما. بداية أطل مجددا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية الأسبق عبد الإله بن كيران ليهاجم الجزائر لأسباب وأكاذيب كثيرة أصبح معروف سببها ومن يقف وراءها ولماذا، لكن هذه المرة مختلفة أكثر لأنه أطل مدعيا صدق نواياه للجزائر والتهدئة، لكن كل كلامه في الواقع كان ملغما وفيه تناقضات وإشارات واضحة حتى بخصوص منطقة القبائل يستفز الجزائريين التي يحاول تصويرها أنها منطقة قابلة للاشتعال في أي وقت، ورغم تلونه وحديثه عمدا عن القضية في هذا التوقيت بالذات هو أصلا مجرد بيدق لمحمد السادس للتلويح باستعمال هذه الورقة التي يتوهم أنها شوكة، في حين كل منطقة القبائل وطنيون وضد التفرقة ويسخرون حتى من محاولات المخزن التحدث باسمهم وتصوير أن هناك انفصال، وفي أرض الواقع واقع آخر بعيد تماما عن هرطقة المخزن، كما انتفض الآلاف من سكان المنطقة مطالبين بمعاقبة النظام المغربي، ووضع حد أيضا للمندوب المغربي والنظام المغربي ككل الذي يحاول الحديث باسم المنطقة ويدعم من يطالب كل سكان الجزائريين بالقبض عليه أي فرحة مهني. وستظل منطقة القبائل شوكة في حلق النظام المغربي إذ لن يستطيع استغلالها مهما فعل، والردع متواصل، ويلعب محمد السادس بالنار مع تعمدهم دعم فرحة مهني واستضافته في المغرب،
فيحاول المخزن المدارات والتغطية على أزمته وقضية الصحراء الغربية بقضية أصلا لا وجود لها وهي الانفصال ودعم فرحة مهني. بنكيران المتناقض تعمد فتح خطابه بالحديث عن القبائل وحاول حتى تبرئة ملكه محمد السادس المطبع، أين قال أن بلاده ضد أي حدث يهاجم الجزائر، وخاصة من يحاولون لعب على ورقة استقلال منطقة القبائل لمهاجمة البلد الجار، محاولا تبرئة ملكه محمد السادس رغم وجود أدلة على دعمه لفرحات مهني. ويستضيف المغرب ممثليه في أكثر من مرة، حتى في الأمم المتحدة راح مندوب المغرب عمر هلال يحاول دعم التضخيم مهني، محاولا استفزاز الجزائر ويلوح بدعم الحركة الانفصالية، وكأنه سيحرك ولو شعرة واحدة في الجزائر لو دعم الماض. بنكيران زاعما بالباطل أن الرباط ساهمت في استقلال الجزائر، وهذه حقيقة لم يؤكدها التاريخ، وإن كان بنكيران مؤمنا حقا أن المغرب ساندت الشعب الجزائري خلال الاحتلال الفرنسي، فليعد قراءة التاريخ في عهد السلطان عبد الرحمن بن هاشم، إذ يعمل المخزن كل ما بتوسعه لإسقاط الجزائر بتعاونته مع جهاز دولية ودعمه لحركة الماك ورشاد وغير ذلك من المؤامرات التي يدعي بنكيران أنه لا يعرفها رغم وجودها في أرض الواقع، محاولا تلميع محمد السادس ضد الرئيس بون بأي طريقة كانت، مبرئا بلاده وملكه من التآمر عليها ومؤكدا أن لديه معلومات من الملك محمد السادس أنه لن يفعل أي شيء فيه سوء اتجاه الجزائر، وكأنه نسي أنه جزء من النظام المغربي الذي يهاجم الجزائر ليل نهار. فالأخير يحمل كل شيء للجزائر ولم يقدم في الجهة الأخرى أي انتقادات للملك المغربي، وأضاف بعبارة مسمومة وكأنه يحمل الجزائر مسؤولية الأزمة مع المغرب عندما قال لا يمكن للجزائر أن تحل مشاكلها من خلال صراع مع المغرب، ليستدرك بخفض كما لن تكون هناك هيمنة مغربية على الجزائر أو هيمنة جزائرية على المغرب، لأننا عمليا بين مسارين، إما الصراع المستمر منذ عقود أو التعاون والتفاهم والمحبة. وفي حيثية الرسالة الموجهة للجزائريين، بدأ بنكيران وكأنه في مهمة غير رسمية من ملكه لسملة الجزائريين وتلطيف الأجواء المشحونة، غير أنه أبان عن نفاق وتناقض كبيرين. وطبعا الشعبين الجزائري والمغربي من يريد تقريبهما لا يجب أن يستعمل النفاق، وأكيد أنهما شقيقان والجوار والدين والأخوة تجمع هذين الشعبين، لكن هذه التصرفات من النظام المغربي هي التي تؤجج الأزمة، ويتعمد المخزن شحن الشعب المغربي وتكرههم من كل ما هو جزائري ويتعمد إلهاءهم ببعبع الجزائر. لكن لحسن الحظ فئة كبيرة من المغاربة بدأت تستفيق وتنتفض وتتفطن لكون المخزن هو المشكلة. إخراج الجزائر لقضية جمهورية الريف في هذا التوقيت لم يكن من فراغ، فما السبب وكيف يمنع الرئيس بون محمد السادس من هدفه في منطقة القبائل؟ بداية وبعد الخرجة الأخيرة من الجزائر التي هزت أركان النظام المغربي على إثر الاعتراف والسماح لجمهورية الريف بفتح مكتب لها في الجزائر، وهي حركة تدعو للانفصال عن النظام الملكي المغربي ومتجذرة في التاريخ، ليتضح الآن جيدا السبب وراء خرجة الجزائر في هذا التوقيت بالذات بعد مخطط لمحمد السادس في منطقة القبائل الجزائرية ومحاولته تنفيذ سرًا، لكن تم كشفه وإفشال المخطط وما أراده فرحات مهني وكل أعضاء حركته. أين قال مراقبون أن